أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة أجهر. طبعا اليوم حلقتنا مع مها من العراق، وسمينا الحلقة يعني مها من الشك إلى طريق الإلحاد، لأنه يعني العنوان منتقى، وأثناء الحلقة راح تعرفون ليش كتبنا هيك عنوان. طبعا أرحب بجميع الصديقات والأصدقاء مثل ما أشوفهم: ذا سيرتشر، رياض، كاتجانو، أيروس، مستر بلاك اللي يعاوني كالعادة. أهلا وسهلا بيك مها، أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم جميعا. نورتي الحلقة. تسلم، نورك السابق. الحلقة نورها زاد لما دخلتي. تسلم، في دعائك على الله. شكرا، شكرا جزيلا. طبعا اليوم الحلقة راح تكون مع مها، راح نتكلم فيها عن حياتها. أتصور هي ما كانت مسوية لقاء خاص إلا مع إسماعيل، وما تكلمت عن حياتها. احنا نعتبرها يعني حلقة جهر، سواء كان باللاديني أو الإلحاد. راح نشوف من خلال الأسئلة اللي راح نوجهها إلها، راح نعرف هي بيا مرحلة صايرة. أهم شيء نعرف تفاصيل عن حياتها وشلون طلعت من العراق وبعض الأشياء الأخرى. مها، حبينا تحكي لنا عن حياة الطفولة، شلون قضيتيها مع العائلة، ويعني كم أخ كم أخوة، وهي هالشغلات يعني الجمهور المشاهدين يعرفوك. أكيد، اسمي مها، عمري 27 سنة، من العراق بغداد، من عائلة مسلمة ملتزمة. طبعا عندي أخ وأخت، وأني أصغر واحدة بالعائلة. نشأت بعائلة ملتزمة دينية، طبعا كالعادة ككل المجتمع، يعني ما عندنا أحد غير مسلم أو ملحد أو عنده غير أفكار. اللي صار انه بديت مثل كل بنية بالعائلة انه انت لازم تتحجبين. تحجبت طبعا اني بالرابع ابتدائي، تحجبت. اتذكر اول ما تحجبت رحت للمدرسة محجبة، رحت من عطلة الثالث للرابع، فتت للرابع انه اني محجبة. تعرضت لهواية مضايقات ان طفلة بهالعمر محجبة، بدأوا يقولون قرعة، يجرون الحجاب من على راسي. أثر هذا الشيء بنفسيتي، فمن رحت قلت لأهلي إنه أنا دا أتعرض لهيج شيء، قالوا لي لازم تصيرين قوية، هو هذا الإيمان، هو هذا الإسلام، هذا الجهاد، يغارون منك هيج. فبدت هاي الأفكار إنه خلاص أنا مسلمة ولازم أجاهد وأتمسك بديني. بعدين من بدأوا يدرسون الدين، طبعا هي مادة أساسية إجبارية أكيد مثل ما الكل يعرف، بدأوا بأنه الإسلام والدين، ولازم واحد ما يرتد، وهذا ديننا واللي وعينا إحنا عليه. بدأت تصير عندي أسئلة، مثل يمكن أكو هواية أطفال يسألوها لأهلهم. فأتذكر سألت أمي بوقتها سؤال، كنت صغيرة تقريبا عمري 8 سنين، قلت لها ماما الله نزل آدم نبي مو؟ قالت لي صحيح. قلت لها ونزل حواء هم؟ قالت لي صحيح. قلت لها يعني نزل بس آدم وحواء؟ قالت لي صحيح. قلت لها معناها آدم وحواء صار عندهم أطفال، الأطفال بيناتهم تزاوجوا، إذا إحنا أساس الدنيا زنا. أثناء أتذكر إنه أني اللي طشت راجدي. ما أنسى اليومي هذا. هنا المشكلة الغلط من الأهل، إنه هم سؤالك منطقي يعني. سؤالي كان غريب بالنسبة لأمي، إنه أنا ما يصير أسأل هيك أسئلة، هاي أشياء يعني صعبة بنية خاصة تسأل هيك أسئلة، الأهل يصير عندهم خوف من هيك شيء. هنا أنا بديت أقول ليش، يعني ليش ما أحد يفهمني؟ زين شلون جو الناس السود إذا نزلوا آدم وحواء بيض؟ زين منين جتي كل هاي البشرية؟ بعدين أمي قامت تسكتني بآيات ونحن خلقناكم شعوبا وقبائل وغيرها وغيرها. طبعا ما اقتنعت أني، بس ما قدرت أحكي. وراها تقريبا
شي سنة سنتين بديت أسألها إنه ماما شنو أول آية نزلت على الرسول؟ فقالت لي العلق، وراها أقرأ. هاي الحكي ورا ما أنا بديت أقرأ القرآن برمضان، إنه أنتي لازم تختمين القرآن برمضان إجباري هذا الشي، وتنسأل لي وين وصلت يا آية، وكل شوية تنكبس إذا أنت دا تقرأ قرآن لو دا تزاغل يعني. فقالت لي العلق والقلم. قلت لها بس أنا أول ما أفتح القرآن مكتوب الفاتحة والبقرة، معناها القرآن حطوه ورتبوه بكيفهم. هنا بدأت أمي تخاف هذا من هذا أسئلة الشيء، بعدش صغيرة يعني عندي شيء بعدني صغيرة يعني تقريب شي 10 سنين 11 سنة. هنا بديت أني صار عندي شك، وبديت من هالقد ما أشوف المجتمع هالقد ما يسألون هاي الأسئلة، يعتبروها غيبية، يعتبروها حرام. آخر شي يوصلوك الباب ما يقدرون يجاوبوك، أنت لابسك شيطان، ركبك شيطان. بعدين وصلت الأمر لـ 13 سنة، أهلي اعتبروها هاي فترة مراهقة، إنه أنا تصير عندي هاي الأفكار، أحب أكون مختلفة، أحب إنه أبتكر أشياء. بعمر الـ 13 سنة، أستاذ أبو الحكم أنت إذا تعرف إنه صارت دخلة وصار سقوط بغداد وطلعوا السنة والشيعة، وصارت هاي كل هالاختلافات. بديت أسأل ليش أكو سنة وليش أكو شيعة وليش الإسلام ما كلهم متفقين على شيء واحد. هنا أنا أني صار عندي فد خلل، إنه مو مثل الشيء اللي أني انفتحت عيني على هواية أشياء. قمنا نسمع بالشيعة شنو تقاليدهم، بالسنة شنو تقاليدهم، شنو الاختلاف. هنا بقيت هذا الشيء بداخلي، خفت إنه أقول لأهلي. هنا بديت أكذب، بدأ يجي رمضان أفطر، طبعا ما أصوم، أبين إنه أني صايمة بس أفطر. يجي وقت الصلاة أفوت لغرفتي أسوي نفسي إنه أني فرشت السجادة ودا أصلي. وصلت مرحلة إنه أني ليش أصلي؟ يعني الرب عايز صلاتي؟ يعني خلقني بس حتى أصلي له؟ هو لهالدرجة ضعيف؟ بديت بمرحلة إنه أشك بالقرآن، إنه القرآن مكتوب قد كان القرآن عمرك لما بلشت تشكين بالقرآن؟ بالـ 13 سنة. فبديت انه ليش المسيح لعد، اذا الديانات كلها متفقة على شيء واحد، ليش المسيح ما محجبين، ليش احنا عندنا الحجاب. بدت امي تقول لي انه الدين الاسلامي هو اخر الديانات، واذا كان اكو اغلاط قبل محمد فهو محمد عدل كل شيء. هنا بديت اقول لا، ليش عدل كل شيء؟ ما هم نزلوا انبياء، محمد ما معصوم. وهكذا بقيت صار هذا الشك بيني وبين نفسي. خفت لأنه أعرف إذا أمي ممكن تتغاضى عن ردة الفعل، أبويا ما راح يتغاضى، ممكن يوصل الموضوع أنه أتأذى. يعني الأب والأم اثنينهم ملتزمين صح؟ ملتزمين جدا، يعني ما عندنا أحد يفوت وقت صلاة نهائيا، وما عندنا أحد ما محجب، ما عندنا أحد ما ملتزم بالزي الإسلامي نهائيا. بديت طبعا أريد أنزع الحجاب، هما ما يقبلون. قمت أطلع من البيت وأنزع برا البيت وقبل لا أوصل ألبسه، وهيك عشت هذا الصراع بيني وبين نفسي. وراها بديت أكتب بالورقة والقلم الآيات اللي ما تعجبني بالقرآن وأخليها على صفحة، إنه ليش، وأقعد أدور على تفاسير، ألقى كل آية لها 6000 تفسير، لحد ما وصلت مرحلة أشوف إنه الكتب التفسير كلها تجمل بالقرآن لا أكثر ولا أقل. أشوف إنه المفسرين مدى يفسرون الكتاب من منطلق حر، لأن هو لازم القرآن ده يفسر على أنه هو شيء مقدس. اليوم من أنت تريد تفسر شيء وماخذ أول نظرة عليه أنه هو مقدس، مستحيل تبدي من الصفر بتفسيره، فإذا هنا راح يصير غلط. فبديت أشوف أنه نهج البلاغة والتفسيرات كلها هي انحطت عمود تجمل القرآن وتدافع عنه لا أكثر ولا أقل. تركت الدين الإسلامي، ما كنت أعرف إنه أكو شيء اسمه إلحاد، ربوبية لا دينية وغيرها هاي عفوا الكلمات قبل ما تكملين، انت من خلفية شيعية وسنية؟ السنية. اوكي بس كانوا عندنا الجوارين الشيعة اللي يسوون المجالس الحسينية وغيرها وغيرها، فهنا أنا صار عندي خلل. السنة يبدون يحجون، أبويا ينتقد بالشيعة إنه ما يصير هيك، وشنو يلطمون على حسين، وشنو الزيارات اللي تصير. هنا أشوف الشيعة كل سنة يروحون يسوون هاي الزيارات، وتحسهم راجعين 1400 سنة لي ورا بهاي التقاليد، ويحطون التابوت بالشوارع. كنا نشوف سنة وشيعة، نشوف هاي المراسيم. فهنا أنا بدأت
بدأت أكثر تأثر بي شغلة إنه طلعت سنة وطلعت شيعة وغيرها. فهنا رفضت الدين الإسلامي نهائيا. بعدين من بديت أقرأ وبديت بالتفاسير، خلاص وصلت عندي حدها إنه خلاص أنا مستحيل أكون مسلمة بعد الآن. وهيج فهذا اللي صار. يعني كنتي لما تأكدتي انه الدين كذوبة كنتي بيعمر بالضبط قلتي؟ بعمر ال 13 سنة وبدت، أنت تعرف إنه هي ما تجي خطوة واحدة، تجي ستيب باي ستيب مثل ما يقولون، طبيعي تمشي طبيعي بخطوات تبني، صحيح. بالضبط. فلحد ما إجتني الفرصة إنه أني سافرت من العراق، طبعا قدرت أنزع راح نحكي الحجاز. عن هل في خلال الأسئلة القادمة راح نحكي عن هالموضوع. يعني أنا يعني أتمنى يكونون الأهل الأب والأم والأخ والأخت جاي يتفرجون على الحلقة. من هنا أوجه رسالة لهم أنه هذه بنتكم، لا تخلون أي شيء يمنعكم عن بنتكم من لحمكم ودمكم، ودعموا يتواصلون معك، خصوصا أختك. يعني الأخت تكون حنينة جدا، فأتمنى أنه تراجع نفسها وتحاول تتواصل وياك، لأن الأخوة دائمة بس الدين مو دائم أبدا. ممكن واحد يتحول من الإسلام المسيحية أو العكس، أو الأديان كلها زائلة، بس العلاقات العائلية حرام بهيك مواقف تأثر على الشخص بحيث يخليه الدين يخليه يكره أمه وأبوه وأخوه وأخته. يعني حرام هذا الشيء. أنت مو يعني هالكلام موجه لعائلتك، أنتم مو الإله، حتى لو كان موجود، مو أنتم الإله اللي تحاسبون وتقررون انه هي تتكلمون معها ولا لا. في احد ممكن، اذا اكو احد يحاسبها مو انتو. نصيحة لها، انتو اعطيتوها مجال، يعني عزلتوها عنكم وتركتوها بمحنتها. يعني هي راح تعيش وحدها مع ابنها بهذا الطريق. اتمنى تراجعون نفسكم وتتحاولون تتواصلون معها. يعني إلى متى هيك تسوون؟ يعني أنا يوم واجهتني المصاعب في قسم من العائلة، لكن رجعنا مثل قبل، قالوا أنت إلك حياتك وإن حياتنا، وحاولوا يقنعوني وما قدروا، بس بقى بيناتنا الود والاحترام. وأتمنى هذا الشيء أيضا يكون من عائلتك. طبعا اعذريني، سمحت لنفسي هالرسالة وجهها، بالعكس بالعكس. لأنه أتمنى التواصل ما ينقطع مع الأهل. هذا الحكي صحيح، بس للناس اللي ما مغيبة، اللي عندها عقل، مثقفة، اللي واصلة مرحلة ما أعرف، عفوا، انا اعتذر صعبة اني علي بصراحة، لأنه أني أم اعتذر دخلتك بهيجي، لا بالعكس، بس بس اللي انا غير اشوف انه لازم يراجعون نفسهم، واتمنى يراجعون نفسهم حتى يشوفون انه مو هم اللي يحكمون على الشخص. من يقول هم صح؟ من يقول هم صح يعني واحنا غلط؟ شنو عندك الدليل على انك انت صح واحنا غلط؟ يعني هو مجرد المشكلة، أفكارك تختلف عن أفكارك، تنكرني، تكرهني، هذا مو سبب حقيقي. والمشكلة انه هم متصورين انه انت بأفكارك راح تكون فتشي خطر عليهم. انتوا اليوم ليش ما تخلون لأولادكم حرية الاختيار؟ ليش ما تخلوهم يفكرون؟ ليش انتوا لهالدرجة خايفين؟ ما اعرف، اني كأم يعني من يسألوني على ابني، ابنك مسلم؟ أقول لهم ابني هو من راح يكبر هو يختار، يكون مسلم، يكون مسيحي، يكون يهودي، يكون ملحد، المهم هو بقناعته. أنا يعني ما أجي يعني أورثه لو واحد أفكار. غيرك مثلا كان ممكن يحاول يوجه ابنه باعتبار انه الكل قاطعه، بينما هم يشوفون الفرق بيننا وبينهم، انه احنا نترك الحريه لاطفالنا، هم اللي يقررون، بينما هم
غصبا علينا يبنون يعني يأسسون على الحياة اللي هم مفكرين أنه صح. بالضبط، وهذا أكبر غلط. يعني ياما عوائل تفككت من ورا هالموضوع، وأني مثال حي قدامكم إنه أني يمكن راح نوصل هسه بالكلام، وراح تعرف اللي واجهته ويا الأهل بخصوص هذا الشيء. طبعا اكو تحيات لك من الاصدقاء بالتكست جاي اشوفه، ويعني يسلم عليك، والبعض يقول يعني ماكو شيء بمجتمعنا العراقي انه يسامحون او شيء قصدهم. اعتقد طبعا خلال تقدرون تبعثون الاسئله على التكست، اذا انا ما لحقت اشوفها مستر بلاك موجود ممكن يحول الأسئلة بالسكايب إلي، وبعد نصف ساعة يعني من الآن ممكن أستقبل اتصالات عن طريق السكايب. إذا حد يعرف سكايبي أبا الحكم بكثير بالإنجليزي، أبا الحكم واحد وبكثير، وبالوصف موجود يعني. يعني بين الأسئلة ممكن نوجه سؤال من الأصدقاء اللي موجودين ويانا بالحلقة. نجي على يعني المرحلة الأخرى أو السؤال الآخر، يعني هل الأهل ملتزمين ولا متدينين؟ يعني أهلي ملتزمين متدينين، ما عندهم فكرة إنه أحد يكون لا ديني أو أحد يشكك بالدين الإسلامي نهائياً. ما عندهم بنية تنزع الحجاب، ما عندهم أحد ممكن يسأل أسئلة غيبية. دائماً ككل عائلة إسلامية إنه المرأة يكون موقفها ضعيف جداً بحكم التقاليد. صحيح. طبعا أنا مثلا السبب الحقيقي اللي خلاني أترك هو أسباب كثيرة. أنا السبب الحقيقي اللي خلاني أترك الدين وما أعترف أنه من إله أنه مسألة الرق، يعني البيع وشراء البشر سواء نساء أو رجال أو أطفال أو أي شيء. فهذا الشيء كنت أقول مستحيل يكون إله يقبل شيء، خصوصا إذا كان خاتم الأديان، ماكو أديان بعدها، كيف إنه هالشيء موجود؟ أنت شنو السبب الرئيسي اللي خلاك تعتقدين إنه الدين ليس من الإله؟ الآيات اللي بالقرآن اللي تكفر الناس الغير مسلمين، اللي هم أصلاً مفروض ببعض الآيات ذاكرين إنه هم أهل الكتاب، محللين قتلهم، اللي يرتد عن الدين الإسلامي ينقتل. ليش ما هذيك مو أديان سماوية على أساس؟ أنا طبعاً هيك بديت أسأل إنه إحنا ليش نكفر المسيحية واليهود؟ بداية ما ارتديت عن الدين الإسلامي كنت أقول لا، المسيحية يعني موقفها أحسن. بعدين اكتشفت أنه الأديان كلها شيء كذبة، والمشكلة أنه الدين الأديان كلها تطرح نفسها بالمجتمع أنه هي كمنظومة اجتماعية متكاملة، كمنظومة أخلاقية. بعدين من إجيت أفكر أنه الدين إذا يطرح نفسه كمنظومة أخلاقية متكاملة مطلقة، راح نجي مثلا أبسط شيء على الخنزير، الإسلام محرمة بس المسيحية محللين، إذا هنا راح تكون المنظومة نسبية، إذا ماكو هي مو منظومة متكاملة يعني الإسلام. إلى شلون يغير رأيه من حرام إلى حلال وبعدين مرة له حرام يعني. بالضبط، هذا التناقض اللي يخليك تفوت ب 6000 حائط، إنه ليش شنو؟ ليش إحنا القتل النفس الغير مسلمة حلال وجائز؟ ليش هاي الاحتكار اللي بالقرآن، هذا التحقير الغير المسلمين؟ فشي كلش حقيقة شي ما ممكن واحد يتقبله. طبعا أكثر الناس يقولوا لك اللا دينيين طلعوا على مود هم ياخذون راحتهم بالحياة، وأن هم يعيشون مثل ما يريدون، وكل إنسان لا ديني هو لا أخلاقي. لا، ما لها دخل، بحيث إحنا أول سؤال نتعرض له الملحد أو اللا ديني ممكن ينكح أمه، ممكن ينكح أخته، شنو الشيء اللي يمنعكم؟ إحنا الدين يمنعنا.
هنا أني أقول له لا، إحنا الأخلاق تمنعنا، روح اسأل عالم نفس، إحنا ليش ما نسوي علاقات مثلا ويا أخويا أو ويا أبويا؟ هذا الشيء علماء يعني النفس معناته يلاحظون انه جدا. هم اذا تحولوا الى تركوا الاسلام راح يفعلون هالشيء مع اخواتهم وامهاتهم. ما اعرف ليش هالسؤال يجي على راسهم بالخصوص. بالضبط، هذا أول سؤال يتعرض له اللاديني والملحد، ليش أنت شنو اللي يمنعك أنه تنكح أختك وأمك؟ أكيد أنت لا ديني، فمعناها أنت عندك هذا الشيء، إحنا الدين الإسلامي. وهل هذا الشيء ما موجود بالمسلمين او المسيحيين او اليهود؟ يعني ماكو احد ابد مسوي عملية جنسية مع اخته وامه وخالته وعمته؟ اكيد هالشيء موجود. يعني ايش راح يسمي هو؟ بيش حاله راح يتساوى مع الملحد يعني اللي يسوي؟ ولو انا ما سامع اي ملحد مسوي هذا الشيء، على اعتبار انه يعتبرون الملحد منحل يقدر يسوي علاقات ويا الكل، ليش يسوي ويا أمه وأخته؟ يعني جابر على هالشيء. هاي نقطة من النقاط اللي أني دائما أحكي بيها، والناس يقولوا لي عيب أنت تحكين بيها، ما يصير. أني هذا سبب من الأسباب اللي خلاني أحتقر المسلمين حقيقة، لأن أني واحدة من الناس تعرضت لهذا الشيء، ومن ناس مسلمين ملتزمين، تشوفه ملبس زوجته عباية من الراس وملتزم، ويحكي إيش قال الله وإيش قال محمد والأنبياء والرسل، هو بالمقابل، فهمت يمكن انت اللي انا يعني اريد اقوله، هو بالمقابل اي طبعا طبعا اكيد. المشكلة يعني ما يقبلون، يفكرون بنفس الوقت يوضعون احكام مطلقة بدون اي دلائل وبدون اي تفكير منطقي. يعني زين، عندي سؤال اخر إليك، انه هل الاهل قبل ما تطلعين من العراق عرفوا موقفك هذا؟ لا ما أعرفه، أمي كانت حاسة بس كانت تتجنب إنه هي تحكي وياي وتعرف آرائي مباشرة، بس كوالدي نهائيا، بحكم إنه هو كان برا البيت وشغل، ومن يرجع ما يشوفني 24 ساعة، وساعة ما أبين روحي إنه أنا إذا أصلي فأروح لغرفتي وهيجي، فما أعرف أهلي لحد ما سافرت. زين، احكي لنا اذا امكن عن رحلتك. شلون فكرتي تطلعين وشلون قدرتي تطلعين والخطوات اللي سويتيها الى ان وصلتي الى بلجيكا؟ طبعا طلعت ويا من العراق ويا اهلي ويا امي وابويا لتركيا، بقيت هناك 9 اشهر، انه اني اخطط انه اطلع لاي بلد اوروبي، ما كنت حاطه ببالي بلجيكا. هنا أنا من جيت اقترحت على اهلي انه اني اريد اطلع، واطلع عن طريق البحر، قالوا اوكي تروحين لبلجيكا يم اختك. طبعا اني هنا أنا كنت رافضه انه اكون ببلد عندي بي احد من عائلتي، لانه اعرف راح اتعرض، من راح يعرف افكاري راح اتعرض للاضطهاد، حتى لو هم وياي، حتى لو هم بدولة أوروبية وتضمن لي حقوقي. هنا أنا كنت مقررة إنه أبصم بأي بلد أوروبي أوصل له، أول بلد أبصم بيه. طلعت طبعا عن طريق البحر أنا وابني، كان عمره 1 سنة وكم شهر. طلعت طريق خطر كان، صح؟ نعم كان خطر أكيد. أكيد مرتين، المرة الأولى غرقنا وكنا قريبين على البر فرجعنا، المرة الثانية حاولتها بعد شي تقريبا 10 أيام، طلعت وصلت بسلامة، جوي خفر السواحل اليوناني أخذنا، بقيت باليونان تقريبا 9 أشهر لأنه سد الطريق. أول ما وصلت اليونان طبعا شلت الحجاب أول ما نزلت من البلد، بس بحكم أنه أكو عرب وياي وشافوني بهالحالة انه صار عندهم رياكشن ابدا مو حلو، انه هاي ايش تسوي ليش؟ فرجعت خليت من هاي الطاقية الشتوية، كان الدنيا شتاء شهر الثاني اللي تغطي بس الشعر، بقيت بالمخيم تقريب 40 يوم. هنا تعرضت الأتعس أيام حياتي، تعرضت من ابتزاز من المهرب لأنه شافني أني نزعت الحجاب، أباله أنه أني طلعت مثل ما هو قال حتى أفلت. هنا هو أخذ الموبايل مالتي، كان بيه صور أنه أني محجبة وصوري من نزعت الحجاب وغيرها، هنا بدأ يساومني أنه أريد فلان شيء أو راح أوصل الصور لأهلك وراح أقول لهم أنه أنت نزعتي الحجاب. يعني راد علاقة وياك.
بالضبط، وبدا يبتزني. هنا انا اشتكيت عليه، طلعوني من المخيم. طبعا تقريبا ورا شي شهر، هنا كان عندي تواصل ويا اهلي وما عندي اي مشكله وياهم، هم ما يعرفون انه اني نازعه الحجاب. قالوا لي اذا تفوت لنا اذا توصلنا صورك وهيجي. فقلت لهم لا، هاي مو اني، هاي فيك اكونت. وبديت بالبدايه انكر، صار عندي خوف انه اني راح افقد عائلتي، ردة فعلهم راح تكون مو حلوه. طبعا هنا المهرب سوى حساب باسمي، نزل الصور كليتها. طبعا بدا يدزها لاهلي، بدأوا اهل بغداد يشوفوها، بدأوا الناس يروحون على اهلي شنو هالصور اللي دا توصلنا، ومها نازع الحجاب، ومها هيجي وهيجي. هنا اول ردة فعل وصلتني من اخوي انه اني بريء من عندك، ليش انتي نزعتي الحجاب، ليش اختك ببلجيكا محجبة، وش معنى انتي. هنا اني ردي كان انه اني خلص لازم اواجه. هنا اني بهاللحظات عرفت انه اهلي تبروا من عندي. طبعا انقطع الاتصال بيني وبينهم. امي عادتني، ابويا قال انه خلص احنا لازم نعلن انه احنا تبرينا منها، لانه العالم يعني بعد احنا شوف موقفنا صعب. هذه ايضا انانيه، انانيه انه بس يطلعون نفسهم من الموضوع يقول احنا تبرنا منه. بالضبط، انه احنا سمعتنا وغير شيء. هنا اللي بقت تتواصل وياي خالتي من العراق، كانت مساندتني لانه هي اقدر اقول عليها مثقفة لدرجة كافية انه هي تحترم المقابلها شنو اختار. هنا بديت اني اقولها لا، مو معقولة اهلي تبروا مني. فقالت لي لا، ما للاسف انه اي تبروا منك. بديت اقولها لاختي هنا أنا وصلي لي شنو اللي دا يصير، ما تقبل تقول لي، لحد ما عرفت انه اهلي ابويا الى مكانته بالعشيره شيخ فخذ، فسوى ورقه انه احنا متبرين من مها لانه هي خرجت عن العادات الاسلاميه والتقاليد ومن هالاشياء. وطبعا ختم من شيخ الفخذ، وموقعين عليه، تعرف انه انت النساء ما يوقعون على هيج شي، الاب والاخ. و شيء رسمي صار انه اني العائله تبرت من عندي، لانه اني نزعت الحجاب وخرجت عن الدين الاسلامي. اللي بلو يشربون من ميته. بصراحه هذا الشيء اثر بيا جدا، لانه اني يعني كنت متوقعه انه ممكن شهر شهرين بس راح يتقبلوني، وراها ابقى انه اني بنيه مهما يكون تحتاج لعائلتها، انه انت حر واني حره، المهم اني ما مأبيتك. بس هم اخذوها انه انتي شوهتي سمعتنا، انه احنا ما عندنا بنية تطلع تقول هيجي افكار، تنزع الحجاب، هذا الشيء عار. وبدا اخويا يوصل حكي لاختي انه هي اذا ترجع راح نخلي طلقة براسها بالمطار، راح ناخذ ابنها من عندها. هذا الحكي اللي انت مثل ما احنا حكينا، انا وياك حكينا مره بالماسنجر، قلت لك احنا اهلك، اذا فقدتي احد بالاهل احنا اهلك، ذولا كل اللي موجودين هسه بالشات جاي يكتبون كلهم اهلك، البنات اخواتك والشباب اخوانك والكبار ابائك، انا اعتبريني اخ اكبر، اب كيفك، اني اخ اي شيء تريدين اني موافق عليه، يعني احنا لازمين سوينا يعني عائله، كوننا عائله مع بعض، يعني تشوفين اللقاءات تصير مع بعض، لقاءات الشخصيه تصير مع بعض، مثل ما يقول احنا صرنا اخوتك وعائلتك ودائما وياك ومساندينك، واني متاكد هذا، يعني أريد أشوف بالتعليقات كلام نقدر نقرأ المها، مستر بلاك كاتب ليش كلنا معك، ما كوني قوية يا مها، سيريان كاتب ليش كوني كلنا أهلك، مها فري عراقي كاتب ليش، إبراهيم كاتب كلنا أخوة في الإنسانية، شكرا حسن، يعني روبي كاتبتش الأهل،
الجلدة تخليهم، يعني قصدي نبي الجلدة أو دين الجلدة تخليهم كل ما كانت تروحين تسوين أهل. طبعا لهم كلهم، أنا هذا اللي مهون علي. بس حقيقة يعني هو موضوع مو سهل، لأنه حتى من ابني باكر أكبر يكبر، من راح يعرف هذا السبب التافه إنه إحنا ما عدنا عائلة؟ يعني هذا كله إنه أنتم ما تفكرون بالأجيال اللي جاية، ما تفكرون مثلا إنه أنا عندي طفل، مفروض تكون أنتم دا تقولون إنه الدين دين أخلاق، دين سمح، ما انتو مفروض انه انتو ما تسوون هيك شيء. يعني خلي اقرا لك بقى ايش كاتبه لك. روبي كاتبت لك اعتبريني امك، ما جاكو كاتب فخور بك ست، ما حجي ابو نعل العراقي كاتب يا الجمالك سومري ونظرات عينك بابليه. حسن كاتب الانسانيه تجمعنا. يعني كاك جانو كاتب ليش وي ار اول وذ يو، يعني هنا وجاي يطالبون الفري عراقي يقول خلي نسكر الموضوع، منظى وجهه ومبعث لك ورود، يوسف بعث لك ورود. يعني اريد اشوفك انه احنا مثل فعلا صرنا عائله، يعني دائما تواصلاتنا مع بعض سواء على الخاص سواء على العام. جراند كاتبت لك وانا اختك. مها انا سليمه من الجزائر. جاني اتصال من كاك جانو. الو الو، اهلا اهلا كاك جانو. المشاهدين ما سامعين الصوت شوية ضعيف، حاول صوتك كاك جانو الصوت شوية أحسن. أتمنى يوصلني تأييد من المشاهدين، هل إنه سمعينك ولا لا؟ أعتقد الصوت موجود. ما أنت تسمعي مو؟ أسمع إيه. اي امين معك، تفضل كاك جانو. تحياتي حبيبي ابو الحكم، تحياتي لاختنا العزيزه، ولا يهمك، ما كلنا اخوه في الانسانيه مثل ما بيقول اخويا. السؤال قول له جمله بالهولندي، هي من بلجيكا تتعلم هولندي. المهم هي مش بعيدة، يعني بيت أخوها موجود. شكرا. ما شاء ما شاء. المهم خلينا نرجع على السؤال. سؤال، شو الفرق بين مها القديمة المسلمة ومها الجديدة؟ سؤال حلو. أكيد طبعا، شكرا اول شيء على كلماتك، واني بدعمكم الي اني قويه. وصل السؤال ولا انت بس معك جانو؟ لا يعني هي سامعتك بس هلا راح، ما اعرف ليش هي انت ما تسمعها. لحظه اسوي يعني ميوت، بل يمكن الصوت يصير احسن عده لحظات. بالله احكي هسه كاك جانو، تسمعني؟ ما أسمع أي شيء أبو الحكم. من خلال اليوتيوب. سؤاله هو ده يقول لي شنو الفارق بين مها القديمة وبين ورا ما أني أنا أسمع من اليوتيوب، بدي أسمع أنا من سجل. كملي مها. الفرق أنه أني صرت إيجابية أكثر، الفرق أنه أني اليوم من أسوي خير
ما أسوي مثل ما كنت قبل أسوي، لأنه الله راح يوديني الجنة، ولأنه أني راح أخذ حسنات وغيرها. اليوم أني من أسوي شيء أسوي من منطلق أخلاقي، من منطلق أنه أني ماكو علاقة مصلحة، ما راح يجيني مردود من هالشيء أسوي، لأنه أخلاقي ولأنه ضميري وإنسانيتي تدفعني لهالشيء. بس أنت تشوف اليوم أكثر المسلمين يقول لك يلا سوي، عد الله ما يضيع، يلا سوي آخرتك الجنة. هذا أبسط فرق تقدر تقول عليه. أما حسيت روحي أنه أني إنسانة فعلاً إنسانة. عفوا عفوا، ما جاي يقولوا لي الصوت راح. كاك جانو، راح تسمع الجواب منه عن نسد السكايب، اعتقد هذا مؤثر، راح تسمع الجواب منه عن طريق ال شو اسمه. اوكي، الان تكلمي مها. هو سألني طبعا، شكرا لسؤاله، وسألني شنو الفرق بين مها القديمة ومها حاليا. طبعا صرت إيجابية أكثر. أبسط فرق تقدر تقول عليه أنه أنا من كنت مؤمنة، من كنت بالدين الإسلامي كنت أسوي شيء خير، أو من أساعد أحد أقول يلا حسنات، يلا عد الله ما يضيع، مثل كل المسلمين من يقولون. أما اليوم أنا من أسوي شيء خير ومن أريد أقدم شيء لأحد، أقدمه بدون مقابل، بدون ما أفكر راح اكو جنة وراح يجيني حسنات وغيرها. فهذا ابسط فرق تقدر تقول عليه، انه انت اليوم تسوي من منطلق ضميرك، انسانيتك، هالشيء اللي يخليك تسوي الخير، ما تسوي بدون مقابل. سوري، ما تسوي بمقابل. شكرا، هذا كان يعني كاك جانو حاب يتصل حتى يكون مساند وياك صوتا، يعني يتكلم مباشرة. طبعا إذا في أسئلة من شكرا، الصوت واضح. إذا في أسئلة من المشاهدين ممكن يخلوها على التكست، ومستر بلاك ممكن يبعث لي اياه على السكايب. احنا ما نريد نبكيش مره الاخرى، ما راح نكتب، ما راح نقرا اللي كاتبين الباقين. بس كلها بالعكس، علاقاتهم حقيقة يعني تعطيني طاقة إيجابية حب، يعني وتعطيني قوة. اكيد اكيد هم اكيد كلها كلمات تشجيع ومحبه يعني. زين شنو احكي لنا هسه الفرق بين الحياة بالعراق وأوروبا، شفت؟ الفرق انه هنا يعاملوك كانسان بغض النظر عن انت ديانتك شنو، تفكيرك شنو، معتقدك شنو، اختياراتك الشخصية بحياتك شنو، يعاملوك انت كانسان فعلا. بالعراق ما عندنا هيج شيء، ما عندنا، انت ملحد وشي منبوذ، صداقاتك تقل، الناس ما تريد تمشي وياك، يشوفوك مثل الفيروس أو المرض بالمجتمع، أنه أنت لازم يبيدوك، لازم ينبذوك. هنا ما يباعون على البنية أنه هي ما محجبة، معناها أنه هي بنية مو زينة. أما بالعراق صحيح أكو ما محجبات، بس من تكون بعائلة دينية وتكون ما محجب راح يباعون أوه هاي حالة شاذة، ليش هيجي؟ فهنا يعاملوك أنه أنت كإنسان. بس للأسف هنا لسه أكو اللي باللجوء، أنت شفت أبو الحكم، هواي ناس جوي مسلمين لسه بأفكارهم، من يشوفون بنية تحكي وعندها آرائها الخاص وعندها معتقداتها الخاصة، أول شغلة يسووها يشهرون بيها إنه هي بنية مو زينة، إحنا لازم ندعيها للإسلام، إنه هي لازم ترجع للدين الإسلامي، هي مرتدة. لسه هاي الأفكار أكو هواي ناس أنا صادفتهم هنا، هم هيك يفكرون وجايين ببالهم انه هم يريدون ينشرون الدين الاسلامي هنا. للاسف انه بالمقابل اذا تروح البلاد الاسلاميه ما راح يتقبلون انه ملحد ينشر افكاره او مسيحي ينشر افكاره. فما اعرف ليش هاي همينة الظواهر اللي تصير هنا من المسلمين من غيرهم. يعني طبعا أمير دخل على التكست ويسلم عليك وعليا. هلا أمي. أهلا بك أمير، منور حبيبي. يعني هل أنت لو أنت موجودة بالعراق وما عندك، لأنه هنا يسموه يعني يسموهم كفرة اللي عايشين بأوروبا، نشوف التعامل الإسلامي شلون، تعامل الكفرة شلون. يعني إحنا
ما نقول عليهم مسيحيين، احنا نعتبر فوق الستين، يعني اقل شيء 60% ملحدين الدول يعني باوروبا، اذا مو 80 و90 دول اسكندنافيه يعني وصل 90% خصوصا السويد مثلا. هل انت لو عايشه مع ابنك بالعراق وما عندك سكن وما عندك راتب، هل كان راح يساعدوك مثل ما هنا ساعدوك ببلجيكا؟ لا طبعا، لا طبعا مستحيل. وحتى لو يكون عندي سكن، وحتى لو اكون عندي حياتي الخاصة بالعراق، بس راح يعرفون بي اني لا ديني او توجهي شنو او تفكيري شنو، ما راح اكون مرتاحة نهائيا. ما حد راح يعرفني بحالي نهائيا. وما عدا هذا ما يعرفك بحالك، انه انت يعتبرك مثلا مطلقه، كل واحد يحاول يوصلك بطريقه من الطرق وعنده اهداف معينه، بينما باوروبا انت بحالك ما حد له علاقه بك، صح لو لا؟ طبعا هذا اللي يعرض عليك زواج المتعة، وهذا اللي يعرض عليك زواج كم ساعة بمقدم وتلزمها بإيديك، يعني حقيقة أشياء مقرفة جدا. المتعة صح؟ صح، أني تعرضت له وإجا قال لي إنه، طبعا هاي هنا بأوروبا، إنه واحد شيعي، إنه أني أنطيك مقدم مقابل كم ساعة. فقلت له سوري يعني على لفظ انه اكو بيوت دعارة، ما انت ايش فرقت؟ شنو الفرق يعني؟ بس مجرد انه انت جاي تقول لي كم شغلة زوجتك نفسي وغيرها، ايش فرقت يعني عن الدعارة؟ ايش فرق الاسلام؟ صحيح كلامك صحيح. ودخلت علينا صديقتنا شذا، نسلم عليها. اهلا وسهلا. يعني صديقة دائمة للقناة. زين، عندنا يعني أريد تقولي لنا يعني أنت شنو نصيحتك للبنات وشباب جيلك اللي من عمرك، اللي يفكرون بعدهم جاي يفكرون بالدين وبالالتزام والشغلات، واحكي لهم تجربتك انت من تركت الدين، وشنو نصيحتك لهم يعني؟ أتمنى ما يأخذون شيء موروث من أهلهم. أتمنى نطلع من هاي الجاهلية والغيبيات اللي إحنا عايشين بيها. أتمنى إنه أنت حر. أكو ناس يقولوا لي أنت تريدين العالم كله يصير ملحد، أنت ضد الإسلام. أوكي صحيح، أنا ضد الإسلام لأن أنا من عائلة مسلمة، أنا ما أقدر أنتقد المسيحية أو اليهودية لأن أنا طلعت من عائلة مسلمة. أتمنى هم يفكرون، ما يقول أنا مسلم لأنه هو إجا للدنيا هو مسلم. لا، خلي عندك عقيدة، خلي عندك اختيار، خلي الشيء اللي انت تؤمن به هو من تفكيرك. فكر، لا تمشي ورا كتاب لآلاف السنين مكتوب اجا فلان وعلان وحطوه ورتبوه بكيفهم وكتبوه. اطلعوا من هذا الشيء، افتحوا عينكم على القرآن. اكو اشياء بسيطة انت بنفسك تقدر تكتشفها، بنفسك تقدر تتوصل بلا مفسرين، بلا هالحكي كليته. تقدر تشوف كمية الحقد اللي بيه، كمية القتل، كل هاي الأشياء اللي ما أريد أقول غير مسميات، بس حقيقة شيء استفزازي. أتمنى أنه يفكرون يطلعون. أنا ما جاية أقولهم صيروا ملحدين، إحنا ما نجبر أحد. مجرد أنت تنور، أعرف شوف شنو اللي دا يصير، شوف العالم اللي وين وصلت. كافي تقول إحنا الدين الإسلامي وكفار وغرب وغيره وغيره، شوف العالم وين دا توصل بالعلم بالتطور. شوف الوثائقيات، اقرأ. أتمنى العالم شوية تقرأ بلا هاي الغيبيات اللي عايشين بيها إلنا سنين. وأتمنى البنات خاصة، وأقولهم أنتوا آخر فئة ممكن تحكي على الدين وتقول إنه هو كرم المرأة. إذا أكو شيء حقر المرأة ونزل من كرامتها ومن مكانتها فهو الدين الإسلامي. أكيد أكيد فأتمنى إنه البنات خاصة إنه يفكرون ويصير عندهم الجرأة إنه يسألون ويبحثون. يعني أنت طبعا أكيد أحد أسباب تركش للدين همينة أنه الظلم اللي تتعرض له المرأة أكثر من الرجل بكثير، صح لو لا؟ أكيد طبعا. أنا أبسط شيء من أقولهم لأصدقائي، عندي صديق مسلم أقول له تخيل اليوم أنا وياك بنفس الوظيفة نداوم نفس ساعات العمل، 9 ساعات وانت واني 9 ساعات، وانت عندك عائلة واني عندي عائلة، بس اجي اني استلم راتب 100 انت تستلم 50. ما حد يقول ليش ما راح تضوج؟ ليش اليوم بالميراث البنية تستلم نص؟
ليش الولد أكثر من البنية؟ هاي أحد الأسئلة اللي أنا كنت أقولها لأمي، ليش نقول على الإله هو؟ ليش ما نقول هي؟ ليش مذكر؟ ليش مو مؤنث؟ هاي أبسط الأشياء اللي ممكن البنية تسألها، ممكن البنية تتقصى ورا الحقيقة. صحيح صحيح كلامك. طبعا أذكر المشاهدين، أنا قريت تعليق ضحكت عليه يعني، بس هو شيء يعني جميل، ويعني تقدر يعني هي تفتخر بنفسها إنه شوف الناس شلون يفكرون. أحد المعلقين يعني أحد التعليقات كاتب لها، ناشرة كانت موضوع معين، كاتب لها: هل أنت مرتبطة؟ ممكن أطلبش للزواج؟ يعني حتى تعرفين مدى الاحترام والمحبة من الناس إليك يعني. على راسي كلهم، وأكيد فرحانة بكل هاي التعليقات آني، فأتمنى أنه تفضل أول حاجة، كملي إذا عندك شيء. أتمنى من يشوفون بنية عندها أفكارها وعندها معتقداتها الخاصة ما يهاجموها، ما يبدون يتهموها بشرفها. يمكن أنت شفت اللي صار وياي أبو الحكم على صفحتي، أنه آني ورا يوم أو يومين ما طلعت ويا أستاذ إسماعيل، بدأوا يفوتون على صفحتي ويخلون صورتي بالحجاب وصورتي من كنت كم اللاجئين وصور وغيرها ويتهمون بشرفي. فشفت أفضل وسيلة أنه أني أدافع عن نفسي، أنه أني ما خايفة من أدكم، أنه لا تظلون تبتزوني بهاي المواضيع. فنزلت البوست على صفحتي، أني ما عندي شي خايفة منه، فلا تظلون تهددون. وبالعكس أني فرحانة أنه أكو ناس إحنا ماخذين من وقتكم ويريدون يهاجمونا بكل الطرق، بس مدى يطلع بيدهم غير أنه هم يتهمون البنية بشرفها. أكيد أنت قريتي التعليقات اللي على البوست اللي نشرتيه، إيش قد الناس مساندينك ويقولوا لك راسك مرفوعة ولا يهمك. وهو شغلات هي إيش سووا يعني، شنو الشطارة بيمش صور خاصة بيك يعني وراحوا ونشروها يعني. أكو بعد ندالة أكثر من أنا اللي عرف الدين يقول لازم واحد يستر على الشخص الآخر، وبعدين يستر من شنو؟ شغلة في مكان، أنا أعرف الجاي عايش مع اللاجئين، أعرف شلون المكان لما يصير مختلط، واحد ما تصير له فرصة ينفرد بنفسه، واحد حشاش حقير استغل إنه أنت قاعدة في وضع معين وأخذ لك صورة، وهذا الشيء ما يعيبك أبداً، بل يعيب الشخص اللي أخذ هذه الصورة. بالضبط، بس أنا اللي دا أحكي إنه أكو بنات يوصلون حد إنه ينتحرون وما يعرفون يدافعون عن نفسهم، بس أنا أقول لهم إنه أنتوا لازم تكونون أقوياء، على مود إحنا اليوم إذا أنت صرتي ضعيفة وانتحرتي، أو أنت صرتي ضعيفة وخضعتي لأي شيء هو يريده، راح يستمرون راح يتكاثرون. بالعكس المفروض كل بنية تصير قوية، تدافع عن معتقداتها عن تفكيرها، تطلع تحكي. أوكي راح تتعرضين مرة مرتين، بعدين راح يستسلمون، راح يعرفون إنه أنت قوية، وبالعكس راح يقومون يخافون انه يواجهوك، يخافون انه يناقشوك بشيء. صحيح. طبعا اكو كم سؤال اجا، بس احنا بالبدايه قلنا ليش سمينا من الشك الى طريق الالحاد، لان اني تناقشت ويا مها يعني هي تقريبا يعني طريق الالحاد، لكنها راح تحكي بنفس عن الموضوع، لكنها عدا يعني تريد تبحث اكثر حتى لما تعلن عن هذا الشيء تعلن عن قناعة كاملة. يعني هذا السؤال تقريبا نوار صديقنا سوريا، صديقنا نوار أوجه له التحية، بعثت السؤال يقول: ما هل، طبعا متعلق بالشيء اللي هسه حكيته، ما هل ما زلت ربوبية؟ شو مفهومك على الإله الخالق؟ وهل يتدخل بحياتنا؟ وهل من شكل لحياة أخرى بعد الموت؟ أكيد طبعا، شكرا لسؤالك. إحنا البارحة كنا دا نحكي أني وياك أبو الحكم، وقلت لك أني دا أطلب المساعدة من أصدقائي هواي بهذا الموضوع، إنه أني أشوف، ما أقول كل الملحدين بس أغلبهم، إنه هم ما صاروا ملحدين بين يوم وليلة، يعني هي درجات. أني بالنسبة إلي هيك أشوف، فأني اليوم من أعرف نفسي أقول إنه أني ربوبية، بس حقيقة أني عارفة إنه أني مايلة للإلحاد، أني ما أؤمن إنه أكو إله.
بس بنفس الوقت من أريد أقول أني ملحدة، أريد تكون عندي المعلومات الكافية، أكون مقتنعة 100%، نقدر نقول أني 90% هسه. وأصدقائي هواية دي يساعدوني بهذا الموضوع، شكرا لحضرتك أبو الحكم على هواية معلومات تعطيني إياها ودائما تساندني، شكرا الحسن العراقي، أحمد الحمداني، حقيقة شكرا الشجاع. هواية مرات أفوت أقولهم أنه أني أريد كتاب، أريد وثائقيات، أسألهم، أبقى ساعات أتباحث وياهم. أنا ما أؤمن أنه أكو حياة بعد الممات نهائيا، ما أؤمن أنه أكو إله يتحكم بالكون، لأن أكو يقول لك الكون منظم، الإله خلقه منظم، الكون ما منظم. بس من اليوم من أقول أني ملحدة راح أتعرض لهواية أسئلة ما عندي المعلومات الكافية عليها. حقيقة يعني أنا بهالمرحلة مبدأ انه انت ما تؤمن بالله، بس انت معلوماتك قليلة في بحث في طور البحث، صح ولا لا؟ بالضبط، أنا بمرحلة أنه أنا بدي أبحث أكثر موضوع الإلحاد. ايوه، اصلا يعني مسألة الالحاد في كثير يعني يفكرون انه يعتبرون الالحاد اتجاه او دين معين. لا، الالحاد هو فقط صحيح يشبه يعني مو بالضبط مثل الربوبية، ولكنه ينكر أي خالق لهذا الكون باعتبار ماكو أي دليل على هذا الشيء. يعني اللي عنده دليل خليه يثبته يعني، وإذا يتكلم عن الكون ونظام الكون وجمال الكون هذا الشيء غير موجود بدليل النيزك اللي ضرب الأرض قبل 60 مليون سنة، بدليل أنه ممكن تحصل زلازل، فيضانات، أعاصير، براكين، هاي كل الأشياء اللي تصير لو الإله عاملها ومضبوط، لو إله مخربط وما سوى شغله مضبوط، لو أصلا ما له علاقة بالإله. والدليل على هذا الشيء لا يستجيب لأحد إن دعا أو ما دعا، ويسوي اللي براسه فعلا ويدعي كان منع ناس الظلم اللي دا فقراء وناس أغنياء وناس عايشين حياة بائسة وناس حياة جميلة، يخلق الأسود والأبيض ويخلي تفرقة بيناتهم، وين أكو هيجي إله يعني؟ فعلا كان منع الظلم، هذا أبسط شيء كان منع اللي دا يصير. صحيح صحيح، أعتقد صديقنا نوار جاوبتك على السؤال. هي مبدئيا يعني داخلة بطريق الإلحاد 90% مثل ما هي تقول، وجاي تريد تبحث وتتأكد من توثق المعلومات اللي عنده. وهذا الفرق بيننا وبين المتدين. المتدين يقلد تقليد أعمى بدون ما يبحث، بينما إحنا نحب نوثق كل شيء اللي نريده. أنا مثلا ما صرت بين يوم وليلة صرت ملحد، لا، كنت كل المراحل مريت بها، الالتزام، ترك الدين، بحث أديان أخرى، تركت الأديان، صرت ربوبي، بعدين لا أدري، بعدين صرت ملحد بعد ما درست وشفت حلقات وتابعت بعد ما تشبعت بالمعلومات فعلا، دوكينز وغيره. نعم بعد ما تشبعت بالمعلومات على عن أكيد الشيء. أكيد أكيد، فاقتنعت أنه مستحيل يكون إله موجود. وفكرة الإله موجود أصلا منفية، هي من أساسا من طفولتنا نسأل من خلق هذا الإله، يعني ماكو شيء يكون أزلي أبدي، هذا كلام فارغ يعني. هو أصلا شلون إجى الحياة يعني؟ إحنا قبل البيج بانج ما نعرف شنو كان أكو. الفرق بيننا وبين المتدين، المتدين يدعي شيء وما عليه إثبات، احنا نقول ما ندري، انه ماكو اله، ما عندنا اي اثبات انه الاله موجود. سؤال وأنا اخر. أنه نعم الأصدقاء إذا عندهم شيء ينصحوني أنه وثائقيات أو كتاب معين أو شيء، أتمنى أنه ينطوني آراءهم هم همينة. اكو حلقات كثيرة لريتشارد دوكنز اذا تحبين تشوفينا، واكو مفكرين هواية كثيرين اللي يتكلمون عن نيتشه مثلا، هواية هواية موجودين يكتبون ويسوون حلقات سواء فيديو أو كتب، تقدرين تشوفينه وتتابعينه. أنت بس بالجوجل، عملنا جوجل، تكتبين أي شيء عن الإلحاد وأي سؤال رأسا يجاوبك عليه. أكيد
وش اسمه منا، يعني عندنا صديقنا مثلا رياض عنده معلومات علمية كثيرة، تقدرين تواصلين ويا رياض الخزرجي، معلوماته أقدر أقول أكثر من الباقين في هذا الإطار، وفي أصدقاء آخرين أيضا يعني. أكيد كلهم دا يساعدوني. شكرا لهم طبعا. أوكي، أكو سؤال من صديقنا إكس مسلم مومو، يقول أبو الحكم ممكن تسأله هل لا زالت تتعرض للاضطهاد في بلجيكا من المجتمع العربي المحيط بها أم إنها منعزلة؟ حقيقة أني منعزلة ومسالمة من عندهم، يعني خاصة النساء ما يحبون أنه يصير فت كونتاكت بيني وبينهم. مرات أنه مثلا إذا بارك وبي هواي ناس مسلمين مثلا ألعب أني وابني، أنه يبعدون أولادهم يشوفوني أني بدون حجاب أو لبسي، أو يعرفون تفكيري، أو هم بنفس الكمب اللي أني بيه فيبقون بعيدين. أكو ناس أتعرض مرات من كلام، أتعرض لضغط نفسي، بس كاضطهاد إنه يتعرضوا لي بصورة أقوى لا، لأنه القانون يمنعهم. اللي أعتقد هم لو بيديهم كان سووا. بس اللي عرفت انه انت المكان اللي كنتي بيه اللي كان مشترك خلصتي منه وصار لك حياتك الخاصة، صح؟ أكيد صحيح طبعا، هذه وهذا من البيت طلعوني بسبب يعني هواية مشاكل تعرضت لها. لا، خطوة جيدة، والدولة ما تترك أي شخص. يعني أنا اللي عارفه أمير، صديقنا أمير، أعتقد همينة تعرض لمشاكل وغير سكنه، ويعني يحاولون بكل الطرق يساعدون الشخص، خصوصا اذا عندهم يعني طفل صغير موجود، فيعني هم مثل ما يقول ضعيفين جدا امام الاطفال، ويحاولون يساعدون العائله بالاساس يعني اكثر من الباقين اذا عندهم اطفال صغار. أنا أتذكر مرأة هي محجبة ملتزمة طبعا، كل ما تشوفني تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتدير وجهها. وصلت مرحلة إنه أضحك، يعني حقيقة لهالدرجة. أوكي شكرا. أكو سؤال من صديقنا سام، يقول ما هو مستقبل الإلحاد في نظرك؟ نعم ما هو مستقبل الإلحاد في نظرك؟ يعني مش راح يصير مستقبلا الإلحاد؟ هل ممكن ناس يلحدون؟ هل أكيد أفكارك يعني على الموضوع شنو؟ أكيد، والحلو إنه دا يزيدون والناس دا تطلع تحكي آراءها. الناس ما قامت تخاف مثل قبل، بدليل إنه من هالقد ما مسوين ضجة قاموا يخافون يلاحقون الناس الملحدين، يريدون ما يريدون أحد يحكي، لأنه يعرفون الناس بدأت تحكي، بدأت تطلع، بدأت تتنور، ويعرفون مدى ضعف دينهم وركاكة هذا الشيء، الغيبيات اللي بالإسلام، فما يريدون أحد يكشف هالشيء. أنا إذا أشوف أنه ممكن بالسنين القادمة يزيدون أضعاف، وهالشيء يخوفهم أنه يسوون إحصائيات على الملحدين، لأنه أعتقد راح ينذهلون أنه إيش قد أكو ملحدين. حتى بداخل العراق ترى هواية أكو، صحيح أكثر الناس تخاف تطلع تحكي، بس هواية ناس أكو، بس يخافون طبعا يحجون لأن أكيد. يتعرضون. تعرف أنت ملاحقة قانونية ومن الشيوخ ومن السادة وغيرها. بس مثل ما قال أحد الأصدقاء بالعراق، صح الإلحاد زاد جدا أكثر من الدول العربية، لكنه غير فعال. هنا المشكلة، يعني ما عندهم مراكز قوة يعني يسيطرون، مثلا يقدرون بحرية ينشرون أفكارهم أو شيء. حقهم، لأنه أبسط شيء الثلاثة اللي تلاحقوا بالناصرية أكيد أنت سمعت بيهم والكل سمع بيهم. الدين اليوم إحنا عندنا دولة إسلامية، يعني أبسط شيء المرتد أنه راح ينقتل. قانون صح أنه ما خلي الملحد أنه راح ينقتل، بس أي واحد يطلع ينتقد الأديان هو راح يتلاحق قانونيا وعليه عقوبة وسجن وغرامة مالية، فأكيد معذورين أنهم ما يقدرون خوفا على حياتهم أكيد. صحيح. طبعا صديقنا
إبراهيم بعث لك سؤال، نوجه له التحية، صديقنا إبراهيم اللي هو إكس مسلم وأصدقائنا ذولا يطلعون معانا دائما باللايف. يقول هل يمكن لمها أن ترتبط بمسلم متفتح أو ضروري يعني يكون كافر؟ شكرا للسؤال. طبعا ما أعتقد أكو مؤمن متفتح راح يبقى مهما يكون عنده ملاحظات اللي تخلي تمنع أنه يرتبط بإنسانة مثلي. ممكن حلوة مال كافر يعني. أي ما عندي مشكلة إذا كان إنسان متفتح، أوكي راح أخليه يصل لديني طبعا. راح أخليه يجي وياي للطريق. أنا كان قبل عندي هالأفكار، بس أنا ما أعتقد يجي يوم من الأيام إنه أتزوج وحدة مسلمة، مستحيل ولا إلا تصير كافرة مثلي. لا لا، إحنا نكسب بيهم الأجر والثواب وندخل بيهم الجنة ونجيبهم الطريق الإلحاد. جنة جلدة على جلدة الحنفية، على ديننا ندخلهم. بالضبط. شكرا للسؤال، عشان محرج شوية. يعني انت حرة، اذا اي سؤال لا ما لا أكيد. تجاوبين انت حرة اكيد. يعني اعتقد لحد الان ماكو سؤال اخر. اذا ماكو اسئلة اخرى، طبعا ممكن اني اوجه لك سؤال. زين، يعني انت هل مفكرة انه ابنك تربينا مثل ما انت قلتي راح اترك له الحياة، ويعني هو يقرر مستقبلا يعني يصير مسلم مسيحي يهودي، بس هل انه انت شايفه من واجبك انه انت تثقفيه من الطفوله سموم الدين تبعدي عنه ولا؟ أكيد أنا هذا اللي كنت رايدة أوضحه، أنه أني راح أنوره، وأعتقد الطفل وأي إنسان ما راح يكون متنور ما راح يمشي ورا الأديان، من راح يشوف هو الفرق بنفسه. يعني أكيد أنا ما راح أقول هو يقرر وأعوفه يمشي ورا الغيبيات مال الإسلام، لأنه أي إنسان ما راح تكون عنده خلفية وما راح يكون متنور ممكن ينجر لهاي الأشياء. مثل ما نشوفه هواية ناس يقول لك أنا صرت مسلم الحمد لله والشكر. لا، أنا ضد هذا الشيء. أنا راح أنوره وراح أعطيه كل المعلومات اللي عندي وراح أنصحه، ويبقى هو عنده حرية الاختيار. بس أنا متأكدة ما راح يختار يكون مسلم. أنا عندي ابن، يعني اللي عنده فضول يريد يعرف، عندي ابني عمره 22 سنة، هو أيضا ملحد ولا يعترف بالأديان. دليل أني كنت كلش حريصة، أمي كانت تقولي سميه اسم محمد أحمد، هاي الأسماء أقولها لا، أني أريد أسميه دان، ما أريد أسميه اسم ديني نهائيا، لأن أعرف حتى الأسماء ممكن تأثر على الطفل يعني. فاختارت لاسم دان على اسم دان براون، العالم عالمي المفضل، أتمنى أنه يكون مثله، حلو. فسميته دان اسم لا ديني طبعا. اي طبعا اسم جميل جدا. كاك جانو اللي اتصل دازج سؤال، يقول اسألها مها تعرف انجليزي لو لا؟ اي اعرف. زينة يعني بالانجليزي؟ اي زينبي. هذا وصلك الجواب كاك جانو. اتمنى يصير تواصل بيناتكم، راح ادز لك اتمنى حساب كاك جانو انه ممكن اضيف. ارسل لك الرابط مع الفيسبوك ماتي، ممكن يضيفني. اني راح ادز له اياه، إن شاء الله. واكيد راح يقدر يعلمك شويه هولندي. امينه، ما دام انت عايشه بمنطقه هولنديه، عندي صحيح. أتمنى. اكيد راح بعد الحلقه اكيد راح نعطيك الحساب ماله.
فارس يقول أنا راح أسمي ابني عبد الإلحاد. اسم حلو فارس، اسم حلو. عاشت الأسامي مقدماً. وهنا تقول لك روبي، تقول لك خليها تشوف كوزموس، تصور فيها يعني مواضيع مهم عن عن الإلحاد أو المادية أو هيك أشياء. إذا ماكو أسئلة، إن طبعا أنا هواية يعني فرحني إنه كنتي ويانا بالحلقة، والتفاعل من الأصدقاء كلهم فرحانين بيك ويشدون على إيدك، ويعني ويتمنوا لك إنه تعيشين حياة جميلة في أوروبا، وتعيشين ابنك أحلى أحلى حياة. ومثل ما قلت لك الكل وياك وبظهرك. إذا عندك كلمة أخيرة تقولي لي جميع الأصدقاء. شكرا أبو الحكم إن استضافتني اليوم وياك، شكرا لكم كلكم على دعمكم إلي، شكرا لأنه ترفعوا لي معنوياتي وأني قوية بيكم، أكيد أنتم عائلتي وأهلي وسندي طبعا أكيد، شكرا للكل، شكرا لأنه تابعونا، وشكرا للجان وكل من طرح السؤال. شكرا شكرا. طبعا اشكرك مستر بلاك اللي دز لي الاسئله كالعاده، صديق وفي ومساندني دائما على طول الخط. يعني لولاه ما كنت اقدر استمر بهالنشاط. اي ام شكر لك منها مستر بلاك. طبعا أشكر جميع الأصدقاء أيضا اللي كانوا معنا بالتكست، سواء وجهوا الأسئلة أو شاركوا بالتعليقات أو شاهدوا الحلقة. طبعا نتمنى مستقبلا بعد ما شوية يعني معلوماتك تصير أقوى نستضيفك في حلقات أخرى، حلقات خاصة نتكلم في جوانب أخرى غير جوانب حياتك، ممكن نتكلم على مواضيع أخرى. وطبعا كل جمعة أنت متابعتكم راح أبعث لك الرابط، كل جمعة مدعوة تكونين معنا في قل رأيك، وهالشي يسعدنا أكيد. ونتمنى البنات يحذون حذوك ويطلعون سواء بصوتهم أو صورة وصوت، حتى يشجعون الباقين اللي شوية أشوفهم سلبيين. حاولوا تكونون إيجابيين على الأقل، إذا أنتم بالخارج راح تقدرون يعني أموركم تصير أسهل. يعني شكرا جزيلا مرة أخرى مها على اللقاء في حلقات أخرى. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا، باي باي. باي باي أصدقائي، باي باي. مع السلامة. شكرا.